اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. ما كنجيبش في الفروض مزيان، شنو السبب؟ اليوم ندوي على واحد الحاجة خصك تجنبها في نهار قبل من الامتحان، دونك تابونا في القناة ونتلاقاو مور الإعلان. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو، أي واحد عنده أولى باك علمي، عنده سيزيام علمي أو لا باك حر علمي، كنصحو يشتري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. كاين واحد الخطأ اللي تيوقع فيه بزاف ديال الناس وبغيت نشير ليه في هذا الفيديو هذا، ضروري خصوصا مع هذا السؤال هذا اللي كتر عندي في الكومنتارات. دونك بالنسبة لنهار قبل الامتحان، كنصحك بزاف انك ما تشربش القهوة مع ديك التسعود ديال الليل مثلا، ان الا مشيتي تشربتيها غادي نسبة الكافيين غادي تأثر عليك، ما غتنعش. دونك هاد القضية هادي غادي تفرع عليك التركيز نهار الامتحان، تجنب القهوة. تاني حاجة، تجنب انك تشوف التليفون ولا تشوف شي بيسي، يعني الضو، حاول تطفي الضو. علاش كندوي على هاد القضية هادي؟ حيت من بين اكبر المشاكل هي انك ملي ما كتنعش كيكون عندك واحد المعرفة عندك في الداخل، ولكن التركيز طافي بالجهد. وهذه انا يعني دوزتها كتجربة، دوزتها في الباك، دوزتها في السيزيام، دوزتها في بزاف ديال التاسعة، في بزاف ديال الامتحانات. هاد القضية هادي ديال شنو اللي تيخليك ما تركش نهار الامتحان ويعني بالتالي ما تجيبش مزيان. فهادو جوج حوايج اللي كنصح اي واحد وكنحذر اي واحد انه ما يشربش القهوه مع ديك جويه التسعود ديال الليل، اواياك 9 ل 10 ل 11 12، المهم ما تشربش القهوه نهائيا. صافي توصل ديك الوقت طفى نعس. وثاني حاجه، ما تعرضش عينيك للضوء بزاف مع ديك يعني ديك 9 ل 10 هكاك، حاول تطفي التليفون، حاول تمشي للبيت ترتاح ولا شي بلاصه فيها شويه ديال الظلام باش ترتاح، باش تمشي موقد ونعس السوايع ديالك وآليز في الامتحان، وتركز على داك الشيء اللي هاز عندك من المعرفه. اوكي، هذه القضيه اللي بغيت ندوي فيها. اللي بغى يفولويني في الانستغرام ها هو الانستغرام. الى اللقاء.